وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح وإدراج أسهم 4 شركات في السوق الموازية. الهيئة أوضحت أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، على أن تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح. لكن من هي هذه الشركات التي ستفتتح عهد السوق الموازي في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم طرحها في السوق؟ الشركات التي تم الموافقة على طرحها وإدراجها إذن هي 4 شركات تتوزع أعمالها على قطاعات مختلفة متعددة. نتحدث عن قطاعات الأغذية، التجارة، الصناعة. وفترة الموافقة المتوفر لهذه الشركات هي 6 أشهر، عليها أن تطرح خلال 6 أشهر، وإلا سيكون عليها فتح ملفات جديدة والدخول في موضوع ملفات وموافقات جديدة. نبدأ بالشركة الأولى التي تم الموافقة لها بالدخول السوق الموازية، نتحدث عن شركة العمران للصناعة والتجارة. رأس مال هذه الشركة 60 مليون ريال، الأسهم المطروحة ستكون 1,200,000 سهم، والحصة من رأس المال 20%. أساسا هذا الرقم، يعني 20%، هو الحد الأدنى المطلوب والمفروض لدخول الشركات في السوق الموازية في السعودية. نشاط هذه الشركة العمران هو المكيفات، البرادات والتجهيزات للمتاجر بشكل خاص. أيضا الآن شركة أخرى هي شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. أيضا نبدأ من الحديث عن رأس مال هذه الشركة 50 مليون دينار، الأسهم التي ستكون أو 50 مليون ريال عفوا، الأسهم المطروحة ستكون 3,200,000 سهم، مرة جديدة الحصة من رأس المال 20% من رأس المال التي ستكون مطروحة. وهنا نرى مرة جديدة بأن الشركات التي ستطرح في السوق الموازية في السعودية التزمت بهذا الرقم، الحد الأدنى المطلوب لدخول السوق الموازية. نشاط شركة أبو معطي للمكتبات، أدوات مكتبية وأدوات مدرسية كما يدل اسمها عليها. أيضا من الشركات التي ستطرح في السوق الموازية والتي تم الموافقة عليها مصنع الصمعاني للصناعات الغذائية، عدد الأسهم 225,000 سهم، الحصة مرة جديدة التزام بالحد الأدنى المطلوب 20%، وعدد خطوط الإنتاج المتوفر لهذه الشركة 26 خط إنتاج مختلف في النشاطات التي تعمل بها، نتحدث عن أرفف معدنية، حلول التخزين والمناولة طبعا ضمن أعمال الشركة. الآن شركة الأعمال التطويرية الغذائية، أيضا التأسيس عام 97، الأسهم المطروحة 250,000 سهم، ومرة جديدة الالتزام بالحد الأدنى المطلوب لدخول السوق الموازي وهو 20% من رأس المال. نشاط هذه الشركة المطاعم، إدارة المطاعم أيضا والمقاهي وصيانة مراكز التدريب والتعليم. الآن نتحدث أيضا بشكل أساسي عن متطلبات الطرح والإدراج بالسوق الموازي السعودي حسب الشروط المتوفرة. يجب أن تكون الشركة سعودية 100% أو هي مملوكة بالكامل لمواطنين خليجيين. القيمة السوقية يجب أن لا تقل عن 10 ملايين ريال سعودي، والأسهم المملوكة للجمهور أن تزيد عن 20%، أو الحد الأدنى هو 20% من رأس المال، وهذا ما رأيناه من الشركات الأربعة التي تم الموافقة عليها وهو الالتزام بالحد الأدنى. والنشاط التشغيلي أن يكون لهذه الشركات أكثر من سنة عاملة في السوق.